خلف محمد مهدية على رأس ولاية وجدة عم يفتح لهم على هذا التغيير. ما هي في نظركم المهام التي ينبغي أن يقوم بها الوالي الجديد على الجهة الشرقية؟ نعم، أولا محمد بن عبيد رجل تعليم وفاء الجمعوي. في البداية بعد أن أرحب بالسيد والي الجهة الشرقية عمد عمدو جرقان الجديد، وما نتمنى أن يكون في يعني مستوى تطلعات يعني ساكنة الجهة الشرقية، وها التطلعات التي نلخصها فيما يلي: أولا إعطاء انطلاقة جديدة وإقلاع جديد للأوراش التي عرفتها المدينة، ونتمنى أن يكون لها تتبع يعني تتبع لهذه الأوراش وأن تصل إلى الأهداف التي رسمها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذن كذلك هناك جانب آخر مهم وهو الجانب الثقافي والفني، ونتمنى من السيد الولي أن يعطي اهتمام لهذا الجانب، وخاصة جمعية المجتمع المدني التي لها اهتمام بالجانب الثقافي والفني. وكما يعلم الجميع يعني مدينة وجدة عندها فعاليات في هذا المجال هذا على غير الفعاليات الموجودة في باقي المدن. إذن نتمنى أن تصنع انطلاقة كبيرة للمهرجانات، وخاصة المهرجانات الدولية الكبرى في المستوى يعني في المستوى المهرجانات الدولية. وشكرا.